هيئة التنسيق النقابية تواصل أضرابها المفتوح وتعلن من أمام وزارة الزراعة مزيدا من التصعيد الأسبوع المقبل. لليوم الرابع على التوالي تكرر مشهد الاعتصامات المفتوحة التي تنظمها هيئة التنسيق النقابية، والاعتصام المركزي الجمعة أقيم أمام وزارة الزراعة في بئر حسن، وذلك بعدما مر عدد من أعضاء هيئة التنسيق على مبنى TVA للتأكد من استمرار الإضراب وعدم خرقه. في اليوم الرابع مزيد من الإصرار على عدم ترك الشارع إلا بعد إقرار السلسلة، وفي الانتظار مزيد من التصعيد. مهمة هذا الاجتماع هو وضع خطة تنفيذية تصعيدية للأسبوع المقبل، تبدأ بيوم الاثنين بتجمع واعتصام أمام البنك المركزي ومعه كل الوزارات المحيطة وغرفة التجارة والصناعة. المعتصمون رفضوا تهديد الموظف بلقمة عيشه لمنعه من المشاركة في الإضراب. كل معلم من أضرب المدارس الخاصة هو بطل، وأنا هون بدي وجه رسالة لبعض أصحاب المدارس الخاصة وأقول لهم أنا هون معي إنذار، أنا هون معي إنذار من إحدى المدارس بشمال لأستاذ. هيدا الإنذار بده يكلف كتير صاحب المدرسة، بده يكلف كتير، لأنه القانون والدستور والدراسة القانونية اللي عاملها معالي الوزير بارود بتقول أيام الأضراب مغطاة قانوناً. فهيدا المدير يلاقينا تحت القضاء، نحن تحت سقف القانون، نحن تحت سقف القضاء. ومن وزارة الزراعة سار المعتصمون إلى مبنى عدنان القصار تعبيراً عن رفضهم موقف الهيئة الاقتصادية من السلسلة.